اوكي درتي حتى اعمال في مصر. ايه كيف كانت رحلة كيف كانت بداية رحلتك في مصر؟ هي حلوة مصر، لكن الحلو في مصر انه هم يبحثوا عليك مش انت تبحثي عليهم. انا شافوا لي بعض الصور والاعمال وكذا من خلال صفحتي، فهم راسلوني قالوا لي نبوك تكوني معنا. قبل هنا كنت مقدمة مسرحية اسمها اداب الجواز مع سميرة صدقي، كانت معي سميرة صدقي وميمي جمال عايدة رياض، كنا مجموعة. شو الفرق يعني فنانات العرب هم اللي يمشوا لمصر، علاش انت ندوك جي لمصر؟ لانني ما نمشيش لحد ما يكلمنيش. غرور هذا؟ لا مش غرور، بس انا هيك للامانه انا حد ما يكلمنيش في شيء مستحيل. انت ما تسعيش مثلا انك انت على نجوميه برا ليبيا؟ شوفي انا نجمه في بلادي اوكي، ونص او 90% من نجوم العرب للان تشوفي فيهم للامانه يعني سواء كانوا مطربين مخرجين سواء كانوا موديلز كذا، كلهم مروا علي انا في ليبيا من خلال برنامجي متابعات. فأنا كيف كونت صداقات وعلاقات برا؟ من خلال المنبر، هو المربع متاعي هو اللي اسمه متابعات. فلما نمشي أنا لمصر تكلمني هالة، تكلمني إلهام، تكلمني عايدة، وفا مكي، وفا عامر، تامر هاجر، كلهم أصحابي، فيبدوا ينادوا فيها تعالي يا بنت إحنا عايزين تعملي مش عارف إيه تعالي، فقصدي في جو فهمتي؟ أيوة. فيبدوا يقولوا لي أمل ما تقعدي هنا وتشتغلي برضو أنت، مش هنقولهم لا انتم لما تنسقوا عمل تكلموني نجي لما نتفاهم معاكم وكذا. انا مش ماديه لكن قصدي نتفاهم معاكم في كل شيء، ما لان المصير لازم تتفاهمي معاهم من الاشايه، فلازم تتفاهمي على كل شيء معاهم تتوكلي. لكن شنو يعني الاشايه؟ يعني من الصغيره الحاجه الصغيره. ما تعرفيش الاشايه بنت ولا ايه؟ لا ما بعرفهاش.